صباح الخير لجميع المتابعين، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الأحوال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار تأثر جنوب الجزيرة العربية بشكل عام وجنوب المملكة بشكل خاص بأحوال جوية غير مستقرة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس صافي مع 37 درجة مئوية، الملموسة 33، الرطوبة حوالي 43%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ما بين المقبول والجيد بسبب درجات الحرارة المرتفعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأها بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء مستقرة بشكل عام وحارة، 36 درجة مئوية في عموم هذه المناطق، أي في سكاكا وفي عرعر وفي تبوك، أما الصغرى تكون ما بين 25 و23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 38 إلى 28، جدة زخات رعدية من الأمطار مع 33 إلى 28، مكة المكرمة زخات من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهيرة 40 إلى 27، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية مع أحوال جوية غير مستقرة. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة أيضا، زخات رعدية من الأمطار، أبها 21 إلى 13، الباحة 24 إلى 15، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 36 إلى 26، حفر الباطن 38 إلى 25، والإحساء 39 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 26، بريدة 35 إلى 24، وحائل 33 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.